انطلاقة هي للشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار ضمن أشواطنا المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات. نرحب بهذه الانطلاقة كما نرحب بجميع عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة التي أولوا لها كل الاهتمامات وجاءت المتابعة من الجماهير الغفيرة الوفية لهذه الرياضة العربية الأصيلة والتي تسمى برياضة الآباء والأجداد. ننطلق مع هذا الشوط ومع هذه المهمة الصعبة للبعض، مهمة هي من تحتل المركز الأول لصالح بن حمد بن مقارح المري، هو من نجد شعاره على ظهر مهمة في مثل هذه المهمة الصعبة. الدور على المركز الثاني وأرى الجازي، الجازي تحتل ثاني المراكز ولكن حصل تغيير وقدوم على الجازي من قبل الشاهينية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن أو مسرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمر مسرة سالم بن فاران المري. الانتقال على المركز الثالث وهنا الجازي، الجازي تحتل المركز الثالث. ناخذ المركز الثالث يا مخرجنا، نتابع المركز الثالث، المركز الثالث نعم هذه المركز الثالث الجازي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر راشد بن طالب بن شريم. المركز الرابع الشاهينية لمبارك بن سالم بن سالمين المري، هي من تأتي وتندفع في المركز الرابع، سلالة شاهين الأبراج تتسلل وتنطلق إلى المركز الثالث الآن. المركز الخامس أتابع عالية هي من تحتل المركز الخامس الآن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع محمد بن خالد العطية. ها هي النتيجة، ها هي الأمور كما هي، والخمسة المراكز الأولى المتقدمة أعلناها لكم، لنعود بالتالي إلى المقدمة هناك مع انطلاقة مسرة. مسرة إذن معها المسرات ومعها الأفراح في مقدمة هذا الشوط الأول التي تنطلق فيه مسرة. مسرة إذن مخرجنا ناخذ المركز الأول عزيزي، ناخذ المركز الأول ونشوف هناك مسرة هي من تنطلق وتندفع في المركز الأول. ما شاء الله، هذه مسرة إذن واضحة جلية أمامكم مشاهدين الكرام، تنطلق في صدارة هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع سالم بن فاران المري. عالية في المركز الثاني، عالية ما شاء الله، انطلاقتها ممتازة، عالية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، من تحتل المركز الثالث؟ الماجدة، الماجدة تحتل المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الرابع سمحة هي من تنطلق بالرقم 11 سمحة لعلي بن حمد بن مخيت المري، هي المنطلقة في رابع المراكز. خامسا أرى وأتابع من تحتل المركز الخامس، الشاهينية للسيد مبارك بن سالم بن سالمين المري. هذه نتيجتنا إذن للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بقيادة مسرة. مسرة إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء هي المحتلة لهذا المركز، هي المتواجدة على هذا الشوط، وبالتالي هي من تتحكم، هي من تقود هذه المنافسة، تضبط إيقاع المنافسة وتحتل بالتالي المركز الأول. هي مسرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني عالية، عالية عالية المقام، تنشد المقام العالي، تنشد المكان المرتفعة، عالية إذن على ثاني المراكز بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية من يتولى عملية الاهتمام والتضمير. المركز الثالث، الله الماجدة، الماجدة تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني.
الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري. إذن الذهبي يواصل أيضا الدعم لانطلاقة مسرة من خلال تواجد الماجدة في المركز الثالث. ها هي النتيجة أيضا للمراكز الثلاثة الأولى المتقدمة وسيطرة شعار سعادة الشيخ. القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على ثلاثية الصدارة وعلى ثلاثية التقدم. المركز الرابع شاهد الجازي. الجازي الآن تنطلق وتندفع الجازي في المركز الرابع لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتضمير هنا مع راشد بن طالب بن شريم. المركز الخامس ما شاء الله اسم جديد ينضم لنا، اسم جديد سمحة 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 الله يسمح طريقك يا سمحة سمحة، ولكن أعلناها في ندائنا الأول أو الثاني لعلي بن حمد بن بخيت المري. ها هي النتيجة في ندائنا الثالث ونقترب من لحظات الحسم، نقترب من لحظات القوة والمنافسة. غيرت عالية الآن، غيرت عالية وانطلقت إلى المركز الأول عندما سمعت بلحظات الحسم أرادت أن تحسم الموقف لصالحها. 1200 يا المشاغب يا الذهبي ويا بقية المضمرين. هذه إذن الصدارة مع عالية في المركز الأول، المركز الثاني هنا مسرة، وفي المركز الثالث الماجدة. الله الله الله، الذهبي يريد أن يحسم هذا الشوط لصالحه، والمشاغب كذلك يريد أن يشاغب في هذا الشوط الكيلومتر الأخير بمنافسة قوية هنا ما بين عالية ومسرة. وأرى هناك المركز الثالث مع المايدة والمركز الرابع أيضا يسير مع الجازي. يا سلام، الشوط الأول الشوط الأول أقوى الأشواط في هذا المساء على مستوى أشواط الثنايا البكار، صراع قوي مشهد فيه على أعلى المستويات. المركز الأول مع عالية في المكانة العالية، إذن عالية على المركز الأول. عالية هو عزومها ليست بالعزوم البالية، إنها عالية إنها عالية مع المشاغب ومع شعار سعادة الشيخ. القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثاني مسرة، مسرة تحتل المركز الثاني، تريد أن تكون المسرة هناك في عزبتها. انطلقت في المركز الثاني وهنا يأتي الدعم أيضا من المايدة في المركز الثالث. يا سلام، المايدة المايدة تبحث عن الطريق، المايدة وتسلل من العمق، اختراق من العمق. الله، جاوز اللي بتجاوز، غيرت وجاوزت المايدة إلى المركز الأول لتحت الرحال هناك مع الناموس. سلام المايدة، سلام سلام شعار سعادة الشيخ. القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على السيطرة الثلاثية للمراكز الثلاثة الأولى بتقدم المايدة ومسرة وعالية. المركز الرابع الجازي لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والمركز الخامس سمحة لعلي بن حمد بن بخيت المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا إذا سيطرت هجن سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة بقيادة المايدة التي استطاعت أن تقطع مسافة 5 كيلومترات في زمن مقداره 8 دقائق و20 ثانية و3 أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان من نصيب